حياكم الله مشاهدينا الكرام. بدنا نحكي الآن عن بعض الأرقام من استطلاع مركز دراسات الاستراتيجية للجامعة الأردنية اللي امبارح عرضناه وعرض المؤتمر الصحفي اللي تحدث فيه الدكتور زيد عيادات مدير المركز عن الأرقام التي وردت به. واليوم بدي أحلل رقم أعتقد أنه يعني ملفت ويستحق التحليل الحقيقة، وهو يتحدث عن دور العلماء، ثقة العلماء، ثقة الشعب الأردني بالعلماء ورجال الدين أو الأئمة، هما ذكر مصطلح الأئمة وعلماء الدين. النسبة كانت حقيقة لافتة أنها 52%، وفي وقت يعني قبل سنة بالاستطلاع الماضي كانت 47%، يعني ارتفعت الآن كانت 47%، يعني أكثر من نصف الأردنيين لا يثقوا بالأئمة وعلماء الدين. هذا الرقم لافت في مجتمع محافظ، مجتمع ملتزم نصفه هكذا، طب لماذا لا يثق بعلمائه وأئمته؟ خلينا نطرح هذا الموضوع الحقيقة، واسمحوا لنا الحديث عنه أن نرحب بالأستاذ المشارك في اللغة العربية والنحو العربي والإمام والخطيب المعروف الحقيقة الدكتور بشار شريف. دكتور بشار مساء الخير. حياكم الله، مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذنا. تحياتي لك دكتور. يعني أنا حابب بداية أسمع تعليق حضرتك، ثقة الأردنيين في الأئمة وعلماء الدين في الأردن 47% قبل عام والآن 51%، كيف تقرأ هذا الرقم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أشكرك على الاستضافة وعلى هذه المداخلة. حقيقة هذا الرقم يعني في مجتمع محافظ يتوقع أن يكون أعلى من ذلك بكثير، نعم، لكن أن تكون القراءة بهذه الصورة 47 ثم 51 أو 52 حقيقة هذا أمر مؤسف جدا، لكن لم يأتي من فراغ، له دلالاته وله أسبابه وتترتب عليه طبعا نتائج. نعم. الآن بدنا ندخل للتفاصيل، الأسباب التي يعني أدت إلى الوصول إلى هذا الرقم. سيدي هو يعني هو مجرد تحليل يعني ممكن نتحاور فيه في هذا البرنامج المبارك. يعني أنا في تقديري السبب الأول هو عدم وضوح أو عدم وجود تصور واضح لدى الناس عن دور العلماء، علماء الدين أنا أقصد، أو الأئمة أو الخطباء. يعني حقيقة كثير من الناس ينتظر من العلماء والوعاظ والخطباء دورا يعني أكبر من دورهم بكثير. يعني إيش بده العلماء؟ يحركوا جيش ويطلعوا يحرروا فلسطين. إيش بده من العلماء؟ يستدعوا السفير اللي مش عارف الفلاني عشان، وهذه ليست أدوار العلماء حقيقة. يعني في مؤسسات هي المسؤولة عن هذه الإجراءات. يعني أنت لما تيجي بدك تحرك جيش، في مؤسسة اسمها جيش ولها قيادة ولها ترتيباتها وخططها تتحرك بناء على يعني معايير، مش المسألة مش فوضى. فالعلماء ما لهم يعني علاقة، كان الجمهور يحمل العلماء عبء أكبر من طاقتهم ومن وظيفتهم ومن دورهم. بالضبط. لذلك احنا لازم نكون عارفين ما هو دور العلماء المطلوب مبدئيا. الدور المنوط بالعلماء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أنهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، كما في سورة الأحزاب. نعم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وبالتالي مطلوب من العلماء أن تكون لهم مواقف واضحة ينتصرون فيها للمظلومين ويقفون فيها في وجه الظالمين. هذا هو الدور المطلوب من العلماء. الآن إذا هو يعني دور برضه مش قليل يعني دكتور، يعني أيضا يعني إذا بدي أفسر الرقم، كم من العلماء من يتصدى لما تفضلت به أصلا؟ والله أنا هاي سأنتقل لها الآن، لكن خليني عندها يعني عند هذه النقطة قليلا. بعض الناس لما يجد موقفا من بعض العلماء ويكون هذا الموقف موقف جيد وموقف فيه جرأة وموقف، بصير الناس يقول لك يا عمي انتم ما جناش من وراكم غير الكلام، بدنا أفعال بدناش كلام. طب ما هذا يندرج تحت الأفعال لا يندرج تحت الكلام. وبعدين المسألة مهمة جدا. نعم. من قال انه الكلام غير مهم؟ طب ما هو القرآن الكريم هو كلام، والقوانين التي تحكم الناس هي كلام. نعم. والإنسان يدخل الجنة بكلمة ويدخل النار بكلمة، والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. نعم. ويتكلم بالكلمة من رضا الله يدخل بها الجنة. وبالتالي
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. فأيضا موضوع الاستهانة وتصير نحكي كله كلام، لا، مش كل الكلام كلام، ومش كل الكلام فاضي، ومش كل الكلام هباء منثورا. وبالتالي حتى لما يصدر من بعض العلماء والدعاء والوعاظ كلام فيه موقف وينحاز إلى المظلومين ضد الظالمين، تجد انه في ناس بيعجبهمش الكلام وصار يقول لك وين بدنا افعال بدناش حكي. وهذا من جملة ما يحمل به العلماء فوق طاقتهم، وما مطلوب من العلماء ان يكون لهم موقف. هذا الموقف كيف بدهم يعبروا عنه؟ بالكلمات وبالكتابات وبخطبهم وبمقالاتهم وبما يعني بالوسائل المتاحة. يعني هنا يكون دور العلماء حقيقة المحور الرسمي يعني والمقبول. جميل دكتور، أول يعني نقطتين خلينا نحكي، عدم الفهم الحقيقي لدور العلماء، ثم التقليل من ما يقدمه العلماء. خلينا نحكي هذول أول نقطتين، وهم واللوم فيهم على الناس، لكن لا يوجد لوم على العلماء أنفسهم بتدني نسبة الثقة بهم في المجتمع الأردني برأيك دكتور؟ أنا ترى السؤال ما سمعتوش كويس، سامحني. أقول إنه النقطتين، أول نقطتين ذكرتهم حضرتك، فيهم لوم على الناس بموضوع الفهم، نعم. فهم الدور، نعم. ثم تقدير الدور، لكن ألا يوجد لوم على نفس العلماء لتدني نسبة الثقة بهم في المجتمع الأردني؟ نعم، هذا الكلام صحيح. يعني الآن إحنا وضحنا الدور الحقيقي للعلماء، ووضحنا إنه جزء من الناس بدهم أكثر من هذا الدور. الآن الدور الحقيقي أيضا اللي تكلمنا عنه اللي هو الموقف والكلمة والكتابة، برضو في جزء كبير أو عدد، بدناش نحكي كبير أو صغير، ما عنديش إحصائيات، لكن في عدد من العلماء لم يقوموا حتى بهذا الدور، وبالتالي في لهم مواقف كان فيها انحياز للظالم ضد المظلوم، وهذا طبعا يؤدي إلى يعني انحسار هذه الثقة. فإحنا إذا خلنا نكون متفقين إنه في ناس ينظرون إلى العلماء بيعطوهم دور زيادة عن دورهم، وإذا ما جوش بهذا الدور يلومونهم، وبالمقابل في علماء لم يقوموا بدورهم المنوط بهم، وبالتالي هذا كله يؤثر على الثقة. الآن المجتمع الذي يريد من العلماء أكثر مما يطيقون فهو لا يثق بالعلماء، وكذلك المجتمع الذي يرى أن العلماء لا يقومون بدورهم الذي ينبغي أن يقوموا به أيضا هم لا يثقون بالعلماء، وبالتالي تنحسر الثقة من هذه الجهة ومن الجهة المقابلة كذلك. طيب أنا سؤالي الأخير لك دكتور، يعني من باب أنه أنت في الميدان يعني ومطلع على التفاصيل عديدة، لو أردنا في الاستطلاع القادم لمركز الدراسات بدل ما نشوف 52 بدنا اياها تصير 75%، ما المطلوب؟ يعني ما المطلوب لزيادة هذه الثقة بشكل سريع؟ انا ما بدي احكي عن امور استراتيجية بعيدة الامد، ولكن اذا انا بدي اعالج هذه المسألة وهذا الخلل في مجتمع صغير يعني كالمجتمع الاردني، ما هي الاجراءات التي تقترحها دكتور بشار؟ سيدي، هو احنا يعني نطلب، يعني ابتداء لابد ان يكون هنالك توعية بدور العلماء الحقيقي حتى يعي الناس ما هو الدور المنوط بالعلماء ابتداء. نعم. فمبدئيا نحتاج الى توعية. الامر الاخر، نحتاج مواقف من العلماء ايضا، وهذه المواقف يعبرون عنها بكلامهم وباقوالهم وبكتاباتهم على ان تكون متوافقة مع افعالهم في الحياة العملية. ما هو كمان بدنا احنا يعني كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، وبالتالي لابد انه يكون في توافق بين الاقوال والاعمال. النقطة المهمة ايضا، لابد ان يشعر العالم او الخطيب او الامام بانه لن يدفع ثمنا باهظا امام هذه الكلمة او امام هذا الموقف. في ناس عنده كلام جيد وعنده، لكن يخشى من دفع الثمن. طبعا لابد ان نعلم ان هنالك ضريبة لكل شيء، يعني لابد، لكن الضريبة هاي بتزيد وبتنقص حسب البيئة وحسب الزمان وحسب المكان وحسب كثير من الظروف. فبناء على ذلك الضريبة هاي بجوز في فترة من الزمن تزيد، بجوز في فترة من الزمن تقل. في ناس بقول لك انا ما عندي استعداد ادفع هذه الضريبة لا زيادة ولا نقصانا. يعني فاحنا بدنا كمان بيئات ايضا يعني تطمئن شوي الى حد ما، حتى يستطيع ان نستطيع ان نستخرج ما في يعني جعبة هؤلاء العلماء من مواقف مشرفة. جميل، بدي اشكرك شكر جزيل دكتور، يعني تشرفنا يعني بهذا الكلام وبهذه الاستضافة، ونتمنى ان تكون ممن لا يدفعون الضرائب، يعني لاني اعرف انك ملتزم كثيرا بدفع الضرائب خاصة في هذه الاونة. شكرا جزيلا
الله يتقبل. الإمام والخطيب دكتور بشار الشريف، وهو أيضا أستاذ في اللغة العربية والنحو، وفي هذا الدمج أيضا دلالة أن تكون إماما وخطيبا ومتمكنا من لغتك العربية. على كل حال، أنا يعني كان نقاشا يعني ثريا، ونتمنى فعلا أن يكون في هذه الأرقام أن لا تمر مرور الكرام على أصحاب القرار، وأصحاب القرار أتحدث عن الحكومة كسلطة تنفيذية، وأيضا أتحدث عن المؤسسات الدينية في الأردن، دائرة الإفتاء، قاضي القضاء، وزارة الأوقاف. لما نرى أن ثقة الأردنيين في علمائهم 50، يعني في نص الشعب الأردني لا يثق بالعلماء ولا أئمة، هذه أنا بدي عليها شغل. لأنه لما نحكي عن نسبة الدرك 94%، 94 يعني في ناس أخذوا 94 الدفاع المدني عفوا، والدرك برضو 90 والجيش والمخابرات. فإذا في نسب تأخذ 90%، أنت العلماء يأخذوا 50%. طيب، نكتفي بهذا القدر، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم شريحة جديدة ورقم جديد من نفس هذا الاستطلاع.